ومن بعد حصلت هذيك الاستقاله نتاع الشاذ لي بن جديد بين قوسين. دوك كاين الناس اللي راهم يشوفوا يقول لك باللي هو راهو اقتنع بها، وكاين الناس اللي ما مش مقتنعين بها. انت بحكم علاقاتك كنت تقول باللي عندك علاقات بالشاذ لي والله هذيك، كيفاش تفسر لنا انت هذه النقطه؟ هل ترى هو استقال بالمحض الاراده نتاعو، ولا اقالوه الجماعه هذو نتاع الجنرالات؟ هو 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 شوف يا اخي، الانسان ما يكتمش الحق كي تعود عنده معطيه. نعم. طيب يا انا نرجع شويه لورا. انا قلت الحزاب نديروا كتله، نروحوا الانتخابات في زوج حزاب، جبهه الجبهه الاسلاميه وجبهه الجمهوريين. خي هكا نعم. انا جماعه مهري كانوا يقول لك حنا نديو الاغلبيه، وجماعه سعيد السعدي كانوا يقولوا حنا نديو الاغلبيه، وجماعه بوكروح كانوا، انا قلت لهم والله انت يوم الدين صفر كيما راكم، وحنا البي ان اس دي قويين عليهم كيما راهم، باسكو حنا موجودين في الجزائر كامله وعندنا في البلديات. قلت له بصح انا قانع ندي صفر، بصح انا قانع بالصفر تاعي ما نتصدمش، بصح انتوما نهار تديو صفر تتصدموا. وكاينه مجموعه اخرى تبع لي مليح، هادو ما حبوش يدخلوا باه نديروا تكاتف، من بعد ولاو ينوروا، داروا ما يسمى لجنه انقاذ الجزائر، لو ان يعني لو كوميتي ناسيونال دو سالو الجيريان سي ان اس، اللي كان فيها بن حموده. ماشي بن حموده وحده، كان الحزب تاع الباكس هاشم الشريف، وكان الحزب تاع الرشيدي، وكان الحزب تاع لي تروتسكيست، لويز حنون، وكاين التيار تاع الوطني كيفاش اسمه اليساري، وكاين النقابه، وكان جماعة تاع المجتمع المدني راحوا داروا بيان وطلعوه للجيش او نزار مازال بالحياة، وقالوا له من الجيش يتدخل باش يحبسوا الفوت باش نقدوا الجمهورية. فهمت؟ شاذلي قال انا ما نمشيش في هذا التيار هذا، لا قال انا كي ديت اليمن حلفت وقلت نحترم اختيار الشعب. اذا كان نتوما بهذه القوه بكل تحبوا توقفوا الفوت انا نستقيل، روحوا شوفوا واحد اللي يمشيها هكا صرات، هذه هي لوبيرسيون تاع شعبنا. بصح على هذه ما حنا كي نهضروا روحوا نقولوا الجيش اللي دار، دائما السياسيين يديروا الزبايل والجيش يحسب من 62 اسمع من الكونغري تاع لا سومام. ولكن اسمح لي استاذ مشرف، اسمح لي اسمح لي، احنا كيما كنت تقول انت احنا رانا نتكلموا على جال باش ما تعاودش تتكرر هذيك المأساة، وانا مقتنع معاك ماشي معاك في الخط هذا، رانا في نفس الخط. فقط برك الاستاذ بن شريف راه كاينه تصريحات الان النزار بالذات هو يقول باللي هو اللي وقف المسار الانتخابي، راه موجود بصوته بصوره ويقول باللي بإعاز من هما هما حبسوا، بإعاز من؟ بإعاز من السياسيين اللي ما نجحوش والنقابات والمجتمع المدني اللي رايحه تروح لهم من الامتيازات. الجيش ماهوش من تلقائية راسو راح حبس، هما اللي راحوا داروا. علاه؟ باسكو أنا جاوني الممثلين تاع النقبة، وجاوني الممثلين تاع الرشيدي، وجاوني الممثلين تاع الباكس، وقالوا لي تسنيو البي ان اس دي. قلت لهم حنا البي ان اس دي رانا ريبوبليكا ديموكرات، وحنا رانا مع اختيار الشعب. فهمت درك حنا الموقف تاعنا زعما متفق معاك، ولكن النزار كان قادر يرفض، كان قادر يقول لهم باللي هذا راه، ولكن النزار كان قادر يقول لهم باللي هذه راه اراده نتاع شعب، والشعب هو راه انتخب ويقبل مثل ما قبل الشاذلي.
لماذا هو نزار؟ هو يقول باللي وقف الانتخابات، بل يقول باللي داروا رسالة وداوها للشاذلي على جال باش هو يوقعها الاستقالة خدموها له. هو راه يقولها بالصوت وبالصورة. شيخ بابا أنا نهضر على الشيء اللي شفت والشيء اللي سمعته على المباشر. نشهد فيه، بس الشيء اللي ما شفتوش وما ليش حاضر فيه ما نقدرش ندخل فيه. أنا جابولي الرسالة وقبل 11 قبل ما يديميسوني الشادري، وقالوا لي تسنيها معنا. أنا احنا البي ان اس دي رفضنا، قلنا احنا اللي يدي السلطة يحكم، احنا ما يهمناش فيه واش يكون واش يكون، احنا اللي يدي السلطة يحكم.